السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا في هذه المرحلة الجديدة من مراحل لعبة براين تيست 2 الهروب من السجن. إذا لم تكن بعد من المشتركين فرجاء اشترك في القناة. يمكن فتح هذا الباب بمفتاح التبديل. حسنا، كما ترون فهناك مجموعة من الأزرار أمام هذا الباب، لذلك نستخدمها من أجل فتحه. لكن قبل ذلك يجب علينا التخلص من هذا الرجل. نضغط على بيتي أو جحري الفأر فيخرج هذا الفأر ويهرب التقني تاركا وراءه هذه الورقة. نضغط على الأزرار التي تقابل علامات إكس على الورقة وسينفتح الباب. نلتقي في مرحلة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.